القدس الإله الواحد آمين. أحب علينا نعمته ورحمته ورفته وبركته من الآن ما لدى الأبد آمين. نحتفل أيها الأحباء في هذا اليوم بعيد تأسيس الأبرشية السادس، وفي هذا اليوم يا أحبائي بنتذكر عمل الله معنا في تأسيس هذه الأبرشية. وأحب إن أنا أذكر أمامكم الآن بعض الملامح أو السمات اللي تميزت بها الخدمة في الإبرشية في العام السادس. في العام السادس قمنا برسالة اثنين من الآباء الكهنة المباركين، أبونا كيروس في كنيسة البابا كيروس في ليشندام، وأبونا شنودة في كنيسة سانت فيلينا في بوسون. وأيضا في خلال هذا العام انضم إلينا من دير البراموس أبونا الموقر أبولو البراموسي، انضم إلى مجمع ربان دير الأمير طوطوس المشيري. وبكده الدير بيبتدي ياخد شكله الرهباني، في آباء رهبان مقيمين فيه، وفي صلوات يومية، وفي تسبيحة، وفي قداسات كل يوم، و يعني انتظم فيه الحياة الرهبانية من ساعة ما ابتدى من 3 سنين. نشكر الله ونشكر الآباء الرهبان المباركين على رأسهم أبونا ماكسيموس، ويقوموا بهذا العمل العظيم. كمان تميزت الخدمة في العام الماضي العام السادس بأن احنا ملتزمين بواجبنا الوطني من نحو وطننا الأم مصر. ففي احتفالات ثورة 30 من يونيو السنة اللي فاتت أو 30 يونيو الثاني قرب يجي، أقمنا ندوة في هذه المناسبة، واشترك فيها سيادة السفير المصري في لاهاي. وخلال هذا العام أيضا اشتركنا في الاقتراع على التعديلات الدستورية. فلنا التزام كامل بوطننا الأم مصر، ونشارك في كل مناسباته الوطنية. في داخل الكنيسة احتفلنا بعض المناسبات الخاصة بنا. احتفلنا مثلا بالعيد 33 لتأسيس كنيسة العذراء، أول كنيسة في هولندا تأسست. في أكتوبر احتفلنا بالعيد 33 لتأسيس الكنيسة. أيضا أنا شخصيا احتفلت بعيد اليوبيل 40 لرهبانتي، بنت غير البراموس زمان من 40 سنة، كنت شفت لسه اتولدت ولا كنت اتولدت. عرفت عمركم سنة 78 في سبتمبر سنة 78. وأيضا تميزت الخدمة في الأبرشية السنة دي بأن أنا شاركت في أنشطة الكنيسة الأم في مصر. ففي خلال نوفمبر الماضي شاركنا في تدشين الكاتدرائية الكبرى في العباسية، وحضرت السيمينار بتاع المجمع المقدس ورسالة الآباء الأساقفة. الشهر اللي احنا فيه شهر يونيو ده لسه راجع من مصر الأسبوع اللي فات، بعد ما شاركت في مؤتمر أساقفة كهنة أوروبا اللي انعقد في دير المرشول برئاسة قداسة البابا، والأسبوع اللي بعديه حضرت الاجتماعات الدولية بتاعة المجمع المقدس. العام السادس أيضا تشرفنا بزيارة 7 آباء الأساقفة. نيافة الأنبا يوبس أسقف الخدمات، نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام في أبرشية لوس أنجلوس، ونيافة الأنبا مكاري الأسقف العام في شبرا الجنوبية، ونيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، ونيافة الأنبا ماكاريو سيجاريتي من أمريكا، ونيافة الأنبا أنطونيو من ميلانو إيطاليا. والأسبوع اللي فات تشرفنا بزيارة نيافة الأنبا يوسف أسقف في أبرشية الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية، وأنبا أنشطة متعددة كتيرة حضرتوا معظمها بعضكم، زي اجتماعات الخدام، اجتماع الشباب، اجتماع الخدام، واجتماع المخطوبين. طبعا مشيتوا، طبعا اتخرجتوا من زمان، شكلكم كده مش بس في بعضكم يعني أو متزوجين حديثا يعني. كان اجتماع
ناجح جدا واستثمر هذا الاجتماع، والاجتماع يستمر بصفه دوريه على طول يعني. ايضا تميزت الخدمه في العام السادس بان احنا بنعمه ربنا وبتعطيل من الالهنا الصالح قمنا بافتتاح كنائس جديده، كنيسه سان جيرينا في مدينه قصن في شهر اكتوبر اللي فات. برضه شهر اكتوبر كانت كنيسه البابا كروزوس في لاسانيا، وده بيدي ابعاد جديده للخدمه. وهذه الكنائس الجديده هتبقى قوه دافعه في خدمه الشباب، يعني هي تبقى خدمه خاصه بشباب الجيل الثاني، تخدم اولادنا الشباب. الخدمه فيها تبقى متوجهه نحو الشباب اساسا يعني. ايضا من ضمن مميزات الخدمه في العام السادس ان احنا ما نسيناش ابدا اخواتنا المحتاجين في مصر، رغم الاعباء الكتيره اللي علينا والمسؤوليات اللي احنا بنقوم بيها في تجديد وفي تعمير وفي تاسيس كنائس جديده وفي احتياجات الخدمه هنا في الإبرشية، لكن ما بننساش واجبنا من ناحيه اخواتنا المحتاجين سواء في مصر او هنا حتى في بلاد رائعه. في مصر تبنينا مشروع تنمية في قرية الزوادنة في برشية جائر، وهذا المشروع زي ما شرحنا هيبقى على 3 سنين، كل سنة هنقوم بتسديد حوالي 80,000 يورو لتطوير وتنمية هذه القرية. وأنا ما كنت في مصر الأسبوع اللي فات قابلت نيافة الأنباء القدس الأسقف بتاع جرجر، وطمني إن العمل يتم بصورة جدية وسريعة في قرية الزوادنة. وأنا وعدت نيافته إن أنا في شهر يوليو لما أكون في مصر إن شاء الله هروح جرجا وأزور قرية الزوادنة وأشوف التنمية والمشروعات الجديدة اللي اتعملت في القرية. وده عمل مسيحي وإنساني عظيم جدا، إن إحنا يعني نهتم بنفسنا ونهتم أيضا بإخواتنا المحتاجين في بلدنا. وما انساش ايضا والمشروع ده مش يعني مفيش كنيسه واحده اللي ساهمت فيه، لا ده كل كنايسنا اشكرهم يعني من كل قلبي، حتى الكنايس اللي لسه صغيره كده برضه ساهموا في هذا المشروع. نشكر اباء الكهنه على تعبيرهم وتشجيعهم لهذا الموضوع، واحمل منهم تحيه نيافه الانبا يوليوس وصف الخدمات، لان المشروع ده احنا بنقوم بيه عن طريق صفيه الخدمات. احنا بنحول الفلوس لصفقة الخدمات وهي بتنفذ المشروع في قرية الزوادنة اللي في جرجا. ما ننساش ايضا وقفتكم الشجاعة والبطولية مع احد ابائنا ابنائنا من دنهاخ الاخ تيمي خرجيان، لما كان في احتياج لعملية جراحية باهظة التكاليف وكل البلد وفي كل بلدنا الشباب عملوا مبادرة ووقفوا جنبه وعمل العملية بنجاح. نشكر الله ونشكر جميعا على روح المحبة والأخوة اللي في قلوب شعبنا الطيب المبارك. أشكركم ومحييكم في هذه المناسبة الطيبة الكريمة، ومش عايز أطول في الكلمة عشان أنا ملاحظ إن الشمس يعني النهاردة زودوها شوية، الظاهر يعني الروح القدس حل عليهم يوم الأحد اللي فات فأعزائهم فجابوا اخر ما عندهم، ما عندهمش حاجه تانية يقولوها خلاص، جابوا الكتاب كله خلصوا من الكتاب ما عندهمش حاجه تانية. ف عمالين يقولوا لي عايزين صوره جماعيه، طب انتوا ضيعتوا الوقت في الالحان الطويله اللي قلتوها، فمعلش انا بدون صوره جماعيه عشان هي المناسبه دي لإلهنا اللي بتقول كرامه في الكنيسه.